فيش حاجه يا سيدي. ما فيش حاجه تاني. وما تصوتش يعني انا ما عايشينش انت بقيت. هو سؤال واحد. سؤال واحد بترد عليا. البنت دي تبقى بنت مين؟ ها؟ بنتك يا سيدي. بنت هو صح؟ بنت ازاي؟ بنت ازاي يا خاينة؟ ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه انت. انت خاينة يا سلمى. لازم تموتي. لازم تموتي. ما عملتش حاجه والله يا سيدي. وانا طول الوقت عايش حاسس بالذنب لان انا راجل خاين وما استهلكيش واجرحك يا عيني. لا ازاي قدرت تمثل عليا الفتره اللي فاتت دي كلها؟ انا هقتلك يا سلمى. هقتلك ومش هدخل فيك السجن ثانيه واحده. لازم تموتي يا سلمى. لازم تموتي. فضيحه بفضيحه بقى.